تابعي معكم مشاهدينا، وصارت كمان معنا المعالجة النفسية دينيز أبي راشد. أهلا وسهلا فيك يا دينيز. اليوم رح نحكي معك عن الصدمة العاطفية اللي بتصير بين الثنائي، بس قبل خلينا نذكر المشاهدين إذا كان عندهم أي سؤال بخصوص هالموضوع ما يترددوا يتصلوا فينا على الأرقام اللي ظهر قدامكم بأسفل الشاشة. بداية دينيز خبرينا شو هي الصدمة العاطفية اللي بتصير؟ هلا مش بالضرورة الصدمة العاطفية تكون بس ناتجة عن فشل بعلاقة حب، وإنما كمان ممكن تكون ناتجة من فقدان شخص عزيز، أو خسارة بالعمل، أو خسارة مادية كبيرة بالحياة، أو فقدان علاقة صداقة مهمة، أو غيرها من المواقف الصعبة يلي ممكن تسبب أزمات نفسية كبيرة. هلا نحن بالحلقة رح نحكي عن الصدمة العاطفية الناتجة عن فشل بعلاقة حب، مثل مثلا فراق أحد الشريكين فجأة، أو مثلا صدمة الخيانة العاطفية والزوجية، أو هروب الحبيب واختفاء، أو مثلا الطلاق، الهجر، الانفصال، يعني كل شيء معقول يصير بالكوبل ويسبب صدمة عاطفية لأحد الشريكين. هلا أول شيء تنحكي بصدمة عاطفية تنحدد شو هي، بغض النظر عن سبب الألم، عن مصدر الألم، تنحكي بصدمة عاطفية بده يكون في ثلاث عناصر مشتركة. أول شيء حدوث الحدث، يعني وقع الحدث بشكل مفاجئ، يعني غير متوقع. تاني شيء الشخص ما بيكون مستعد لحتى يواجه هيك مرحلة. ثالث شغلة الشخص ما بيكون قادر يعمل أي شيء لحتى يغير من وقوع الحدث. بدون يكونوا هول ثلاثتهم مجتمعين لحتى نحكي بصدمة. هلأ السؤال يعني بنسأله بالصدمة العاطفية الناتجة عن فشل بعلاقة حب، يمكن السؤال بنسأله أنه ليه في أشخاص اليوم بيقطعوا بسهولة مشاكل بعلاقة الحب أو صدمة بعلاقة الحب، وفي أشخاص عن جد يعني بيوقفوا عندها وبتكون أزمة فعلية بحياتهم. هون بدنا نطلع على عدة أمور، في عدة أشياء بدنا نشوفها. أول شيء بدنا نشوف قوية الحدث بالنسبة للشخص، يعني أنا هالعلاقة قدي كانت بتعني لي، أنا قدي مستثمرة بهيدي العلاقة، هالشخص قدي عنده مكانة بالنسبة لإلي. شغلة تانية بدنا نشوفها شخصية الفرد، يعني قدي عنده استعداد تتقبل. صحيح. شخصية الفرد، يعني شخصية الشخص اللي صار معه الصدمة، ماضي شخص، تكوينه النفسي والشخصي، ثقته بذاته، هل هو قاطع بصدمات قبل ولا لا. ثالث شغلة ظروف العلاقة وطريقة انتهائها كتير مهمة، لأنه اليوم الغموض وعدم فهم أسباب انتهاء العلاقة بضايق الشخص وبخليه يعيش قلق، وبالتالي ما بعطي يقدر يتخطى بسهولة. دينيز، شو هي العوارض يلي بتبين وقت شخص فعلا بعيش هيدي الصدمة وبالتالي بتتغير حياته فوقنه تحتينه؟ هلأ في كتير عوارض إن كان جسدية أو نفسية، ولكن بأغلب الأحيان الأشخاص ما بيربطوها بالصدمة. هلأ من العوارض الجسدية يلي ممكن تصير إنه الشخص بيصير عنده مثلا مشاكل بالنوم، يمكن بيصير يعمل كوابيس، ما بعود ينام منيح، ممكن يصير عنده مشاكل بالأكل، في أشخاص بنلاقيهم أو بيصيروا عم بيأكلوا كتير أو ما عم بيأكلوا بالمرة، ممكن يصير في عجز جنسي، ممكن يصير في مشاكل جسد، أوجاع جسدية مختلفة، ما بعود بعرف من وين، يعني معدتي بتوجعني كتير، بفكر في شيء بالمعدة، رقبتي، ظهر الكتاف، هون مطرح بتعب كتير ستريس. وعنا كمان عوارض نفسية مثل مثلا الاكتئاب، البكي، الحزن، الغضب، الشعور بأنه فقدان السيطرة والانسحاب من الحياة الروتينية، يعني العزلة. هول العوارض يلي معقول نشوفها. هلا لوين فيها توصل النتائج؟ اكيد النتائج يعني الشخص بالاخير رح تاثر على حياته، ان كان بعلاقته مع اهله، ان كان بعلاقته مع اصحابه، ان كان بعلاقته حاله، ان كان بعلاقته المهنيه او اكيد الشخصيه مع حاله، ولكن كمان ممكن تشوف مشاكل سلوكيه وعقد نفسيه بتصير مرتبطه بالجنس الاخر، يعني مثلا رفض الجنس الاخر او عدم التحدث مع الجنس الاخر او الانتقام منه. وهون بنسمع كتير مثلا اشخاص بيصيروا يقولوا مثلا اذا رجل عاش صدمه يمكن بيصير يقول انه انا بحياتي ما بقى احب، او النساء مش خرج ما بقى حقيقه بكره الرجال، في حكم عام، او الامراه مثلا بتقول الرجال ما بيتاملهم، حكم عام على الجنس الاخر. ولكن كمان بدي اقول من النتائج ممكن تكون تجربه، تما نكون سلبيين كمان أوليان. الصدمه ممكن تكون تجربه مفيده يقدر خبرة. الشخص يتعلم منها درس، خبرة وتقويه. صحيح، وتكون خبرة له ويكتسب نضوج وقوة، وممكن تكون مرحلة ضرورية يعني النمو العاطفي وال هذا اللي لازم يصير. صحيح، والنفس عند الإنسان. معنا أول اتصال دينيز. ألو. ألو، أهلا وسهلا، تفضلي، مين معنا؟ مالي إذا ما قلت اسمك. أكيد، تفضلي. أنا عمري 26 سنة، كنت خاطبة، صار لي 3 سنين مع خطيبي. نعم. قبل العرس بشهرين اكتشفت انه خطيبي عم بيخوني، يعني مع حبيبتي، مع صاحبتي. نعم. سوري، يعني
يعني أكيد أنا بعرف إنه منيح يلي صار هيك، لأنه بالنهاية مش لمصلحتي وعرفته على حقيقته، وأصلاً كلهم كانوا يقولوا لي إنه منيح صار هيك تعرفتي على حقيقته ومنه مناسب لإليك وكل هالأشياء. بس أوكي. أنا بصراحة يعني بعدني كتير متضايقة ومش عم بقدر أرجع مثل قبل، حتى أوقات بفكر إنه يمكن لو أعرف حافظ عليه وتصرف غير هيك ما كنت وصلت لهون. يمكن إنه طبيعي يلي عم بعيشه. قدي وقت صار لك؟ شهرين من في العلاقة. اوكي، وهذه علاقة دامت كثير، يعني كان صار لك زمان انت وياه؟ ثلاث سنين. نعم. شكرا لاتصالك اكيد ولجرأتها، ويمكن كمان لزياد اللي بيأثر عليها انه مع صاحبتها، يعني صاحبتها القريبة منها كمان. صحيح، هذه صدمة فعلية يعني. حال دائما المصايب بتجي من للأسف. لا هي صدمة، لا ما بتكوني متوقعة، ونحن قلنا أهم شيء بالصدمة إنه ما تكوني متوقعة. بس بدي أقول لها إنه أول شيء مهم نعرف شو عم بيصير، لأنه قالت أشياء كتير مهمة خليني أعلق عليهم. أول شيء مهم تعرف شو عم بيصير، لأنه اليوم الصدمة ليش هي صعبة؟ لأنه بتعيش الشخص شعور شعور بالرفض، وهذا الشعور كتير صعب على كل إنسان، وهذا الشعور ممكن يخلق ألم عميق وداخلي جوات الشخص. فهون رح أعطيها تشبيه، منشبه المشاعر، فينا نشبههم للزلحفة، لأنه المشاعر كتير بطيئين وبدون وقت لحتى نستوعب ونفهم شو عم بيصير ونتخطى، بينما العقل منشبهه للأرنب سريع. شو بيصير الشخص ويلي ذكرته المدام، ما بين عقله يلي عم بيحلل بسرعة وعم بيستوعب وعم بيشوف إنه يا عمي هيدي العلاقة ما كانت لمصلحتي ومنيح يلي صار هيك، ويمكن منيح اللي صارت قبل ما ارتبطت فيه، وهذا يلي المحيط كله كمان بقوله وما لازم تزعلي ومنيح يلي صار هيك، وما بين مشاعرها يلي مش قادرين يتخطوا. هون بصير في الشخص بصير عم بيلوم حاله. صح. مثل ما ذكرت، وقت الشخص يصير في لوم للذات بتتأثر الإرادة وبتضعف، وبالتالي العلاج بصير أبطأ. مشان هيك وبصير الشخص بتكتر التحليلات والافتراضات، ويمكن هيك هذا كله بتعب كتير. مشان هيك أول شيء لازم يصير إنه الشخص يقدر يسامح حاله، ولمسامحة الذات بدنا نقدر نمشي شوي وشوي مع المشاعر، خطوة خطوة نقدر نظهر المشاعر. وهذا الشيء منه هين أبدا، خصوصا أنه المشاعر ممكن توعي عنا مشاعر بالرفض قديمة نحن عايشينها. فهون أنا بنصحها يمكن إذا ما كان في حدا يسمعها تكتب. تكتب إذا هي بدأت تعبر عن مشاعرها، تطلع مشاعرها على الورقة والقلم، توصل لحتى تطلع مشاعرها، ويمكن ساعتها والوقت كفيل بأنه يساعدها يخليها تتخطى. ولا اختصار الوقت ممكن اللجوء لأخصائي. أكيد صحيح، أكيد بيكون أفضل بيساعدوها لحتى توصل للمكان السليم بطريقة أصح. بناخد اتصال. ألو. ألو، بونجور. بونجور، تفضلي. أنا عم بتصل، في عندي ابني عمره 16 سنة، أول مرة بحسه مغروم هالقد، كتير مغروم، يعني لدرجة صار بيحكيني بالزواج إنه عم بيخطط لبعدين، وأنا كمامة يعني أول مرة بشوف ابني هالقد مغروم، حتى اللي بيحكي معه بتحبه كتير. بس أنا شو بدي أعمل لخليه يتجنب الصدمة، لأنه ممكن يتركه بهالعمر، بتعرفي إنه كتير صعب، ممكن يبقى وممكن أن يتركه، ما بعرف شو ناطر لقدام. أنا أوقات بفكر بقول بدي خليه يحكي مع حدا تاني بنفس الوقت، ما بعرف إذا هالشي غلط، يعني مش حلو بحقها للبنت التانية. بس أنا خيفاني عليه كمان إنه ابني، لأنه أنا تعرضت لي عمري 18 سنة لهيك صدمة، ما بدي إياه يتوجع. وبتعرفي ممكن يعمل ديبرسيون، ما بديش، لازم أعمل كيف، لازم أتصرف، مش عارف شو الطريقة الصحيحة. إنه أنا عم بتعرف حتى على أهلها كرمالي، يعني عم نتعرف الأهالي على بعض تنتجنب، بس إنه بعض صغير سيزان، وما بعرف إذا بتعطيني نصيحة. أكيد، شكرا لاتصالك. حلو كتير السؤال، يعني على عمر 16 سنة وخيفانين من صدمة الفراق. هلأ بدي أقول لها إيه، إنه أكيد ما فيها تحميه من شيء ممكن يتعرض له، إذا ما انصدم هلأ يمكن ينصدم بعدين، ولكن كل يلي فيها تعمله إنه تحصنه بشخصيته. أكيد مش تشجعه بأنه يحكي مع وحدة تانية، لأنه هون بهيدي المرحلة كل القيم الشخص يلي عم يكتسبها كتير مهمة، يعني هون بتكون عم توصل له إنه منا قيمة منيحة إنه توصل له تتحمي حالك، لازم تحكي هون ولازم تحكي هون. ولكن يلي فيها تعمله هي إنه تحصنه، إنه يقدر هو يكون شخصيته قوية، وإنه يقدر هو يعرف إنه في شيء اسمه فراق بالحياة، لحتى تكون الصدمة أخف وطأ عليه، لحتى الصدمة يقدر استفيد منها. صح. تكون درس، يلي رح يصير إنه مثل ما رح يعرف يتعامل مع صدمات بالحياة، رح يعرف يتعامل مع صدمات تانية ممكن تصير. صح. اليوم الخسارة موجودة وين ما كان، إذا ما صارت بعلاقة حب ممكن تصير مطرح تاني. مزبوط. معنا كمان اتصال. ألو. مصور. مسوارين، تفضلي. عملي معروف،
بدي احكي مع المدام. تفضلي. انا اختلفت انا وجوزي. ليه؟ جوزي ظاهر من بيئه مختلفه عن بيئتنا، امه كثير قويه كثير فاجره، بيو ضعيف الشخصيه، اوكي ما في علاقه مع اهله. تجوزنا، اول ما بلشنا بحياتنا طلع انه هو عنده مشاكل انجاب، طولنا بالنا وصليت تعالجت كثير كرماله، بعدين العذراء عطتنا ولد. بعدين برجع بكتشف انه عمل علاقه زنا لمده 13-14 سنه مع مرة اكبر منه ب10 سنين، وتسمحت وتغضيت وتفهمت ليش وكل شيء من وراء الباك جراوند والاشياء اللي جايبها معه. نعم. رجعنا بعدين، بس اجى يعني بس هيدا هو مريض، صار معه بالكلاوي وصار معه التهابات كتير وسكري وضغط وكل شيء فيه تأثير، وساكتة وبحبه وعايشة وبشتغل وكذا، وهو حنون بالبيت وكريم وكل واجباته بالبيت متممة، بس معي أنا كمرته حنية عاطفة ضحك فرح ما في، يعني مثل عايشة مع روبو. لو وصل نهار اني اختنقت وبجيت كل الغضب اللي جواتي كله قلته، اوكي، وحكيت عن اهله وحكيت عن امه، كل شيء كل شيء كل شيء جواتي طلع، وهيك قام حرد وترك البيت. بس ترك البيت بطريقه مضحكه مدام، يعني بعده بيجي كل يوم الصبح بيشوف بنته بيتروق بالبيت لانه انا بكون بالشغل، بحط لي غسيل، ما عندي مشكله يعني بغسله، ايه، وبعدين بيحكيني كل نهار شو عايزين شو بدك، بحط لي مصروف بالبيت وهيك. هلا بدقوا لي من عند من مطرانيه، قال لازم انزل احكي مع المطران. طيب هذا الانسان عنده مشكله، عنده مشكله نفسيه، انا تحملت كل هالتحمل وساكته وكل شيء، ترك البيت بس بذات الوقت بضل يجي، ترك البيت بذات الوقت بحط لي مصروف بالبيت، بيسال عنا. كنت مضطره اروح بشغلي يعني برات بيروت لاربع يعني اسابيع، يعني وجوده. نعم. بطل موجود بالبيت، انا ما عم بامن وجبات الماديه اذا فينا نقول الوجبات بس الماديه عند المطران لانه عم تسعوا لطلاق، يعني ليه بدك تروح تشوف المطران؟ بقولي انه هيدا نزلت، قال بده اجا وقال في مشكله وبده يحاول المطران يصالحنا. نعم. انا كيف بدي اتعامل معه لانه بعرف عنده مشاكل نفسيه وعنده تراكمات من ايام اهله. نعم. اعملي معروف اعطيني رايك. اكيد، شكرا لاتصالك. لميز شو بتقولي لها هلا بهيدي الحاله؟ هيدي مشكله كوبل صارت، يعني اكثر من ما هي يمكن انصدمت عده صدمات معه وقدرت وصلت لمحل المدام انه صار في انفصال من دون ما يكون في طلاق. صار في انفصال بيناتهم، وهيدي كثير صعبه، يعني هيدي كثير صعبه الواحد يتحملها لانه ما بعود عارف حاله، لا انا بعلاقه منيحه ولا انا مطلق. اكيد انا بدعيها، يعني انا انه اذا هيدا الشيء ممكن انه تقدر هي وزوجها يتوجهوا عند اخصائي، يمكن يحاولوا بالاول مع المطران او مع حدا قريب يشتغلوا على كل هالفجوات يلي قطعت، لانه اليوم منا مشكله وحده صارت. صح. صار كذا، صار تراكم لكذا. صح. مشكله ومشاعر كثير عشوها من قبل، لازم يقعدوا بإطار علمي، يعني يحكوا فيها، مش نحكي فيها بطريقة نجرح ببعضنا أكثر من زيد. صحيح، يتوجهوا عند أخصائي، عند حدا يقدر يساعدهم، يحكوا بالإشياء، يعملوا حوار مظبوط ويحطوا خطة. نحن شو بدنا؟ بدنا نكفي هيك أو بدنا خطة تكون لمصلحتهم ومصلحة أولادهم كمان، شو ما كانت الخطة فيهم يشتغلوا لها. يعني يوم إذا قررنا أنه نحن بدنا نطلق بنشتغل كيف نطلق بطريقة سليمة. صح. وإذا قررنا بدنا ننقذ الكوبل تبعنا كمان في وسائل طريقة. صح. ناخذ اتصال. ألو. ألو، مرحبا. بونجور. بونجورين، تفضلي، عم نسمعك. أنا سمعت المدام مش هلأ اللي قبلهم، أنا عندي 7 عمره 13 تقريبا رح يصيره. نعم. من فترة بقلي هو بخزينة الكنيسة، بقلي أنا بحب بنت، عم بقله أنا أحبها إنه بس ضمن الكنيسة، يعني ما تطلع كثير لتفكر بهذا الموضوع. قالي أنا حابب إنه تصير أنا وياها مثل ما أنت وبابي. مامي انت بعدك صغير هلأ بقى فكر بالمدرسة وهيك. قال لي ما انا شاطر بالمزم، انا بطلع على الاول وانا مرة بخيب لك ظنك. فبدي قال لها، قال لي من جمعة شفت عم تحكي مع قبل غرط، قلت له هيدا حب طفولة فخليه بريء يا عمري. قال لي صعب علي، فما بعرف شو بدي فسر له مع انه انا يعني بدك تتعاملي معه. ايه صح. يلا نسمع سوا النصيحة. هلا هيدا عمر المراهقة، هيدا وضع كتير حساس بالنسبة للولد، لأنه من ميلة بده يثبت حاله، عم بيتحركوا مشاعره وعم بحس إنه هو بده يعيش هيدا المرحلة من حياته، ومن ميلة ما بيعرف كيف يعيشها وما بيعرف كيف يتواصل مع أهله. يلي هي فيها تعمله إنه تسمع له، أكيد ما تقول له صح وغلط،
لأنه ما لازم بهيدا العمر نخوفه من الأمور بالعكس، لأنه فيه يصير عم يتحدى، لا تقدر تسمع له تواكبه بالقصة، تخليه يضل يعني تعزز ثقته فيها لحتى يضل يجي يحكي لها، تتقدر هي بالمطارح يلي عم يشرط فيها ترجع ترده. كمان معنا اتصال. ألو ألو أهلا وسهلا، تفضلي. بونجور. تفضلي. سوري، أنا كنت على علاقة بشخص 5 سنين. نعم. وبعد 5 سنين كنا قاعدين عادي على البلكون عم نحكي، قال لي أنا بعتذر منك إنه خطبت، بكل برودة أعصاب بينسحب من حياتي وكأنه ما في شيء. ما كان في أي مشاكل قبل؟ كان في شوية، يعني أكيد بتكون في مشاكل بين الطرفين، يعني بتعرفي يعني حياة طبيعية بدها تمشي، بس فجأة بقول لي أنا خطبت. قدي صار لهي القصة؟ صار له شهر و10 أيام. كيف كانت ردة فعل؟ كيف تعاملتي مع هالموضوع؟ انصدمت وضليت حالي مثل 27 يوم اكتئاب، وكنت كثير تعبانة وزعلانة، حسيت انه تودت الدنيا كلها بوجهي، 5 سنين منا هينين يعني. صح. بس قررت انه خلص شيله من حياتي، وقلت له الله يوفقك وبتمنى لك الحياة حلوة. بس نعم. انا نصيحة لكل بنت أو لكل شاب يكون في علاقة بينه وبين وحدة، أنه يكون معه صريح من البداية، مش بعد 5 سنين يقول لها خلاص أنا صار في حدا تاني في حياتي فجأة. نعم، شكرا لاتصالك. شكرا. أوكي، هذا اللي عم تقوله حقيقة مؤلم. أكيد الكذب اليوم بوجع، وصدمة مثل هيدا النوع بتوجع. أنا أول شيء بدي أقول لها أنه بدها تعرف، هولي من النصايح يلي ممكن نعطيها لكل حدا عم يقطع بهيدا الشيء، بدنا نعرف أنه الشغلة بدها تاخد وقت، ما في شك، بدنا نصبر، بس لأنه الوقت كفيل بأنه يعالج هول الأمور، بس بدنا نصبر من دون حكم، من دون ذنب، ومن دون خجل. يعني بدنا نقبل أنه مشاعرنا. ثاني شغلة بدي أنصح فيها أنه نتجنب العزلة، ونجرب نكون قد ما فينا مع ناس منحبهم، مع أصدقاء لألنا، لأنه الشعور يلي بيعطونا إياه بيعطونا شعور بالأمان، ونحن بحاجة لهيدا الشعور بهيدا الوقت. يعني مثل ما ذكرت، اتفضلي دنيس. بس هن الاربع نصايح. ثالث شغله هو نعترف بالمشاعر اللي عم نعيشها، لان اجمالا نحن ما بنحطها على حالنا، نحن دغري بنقول لا مش انا اللي ببكي او مش انا اللي بتعذب. نعترف بمشاعرنا ونقبل نعيشهم. رابع شغله بدنا نعرف انه بعد كل صدمه بدنا نمرق بمراحل الحداد يلي حكينا عنها بحلقات سابقه، يلي هي اول شيء الانكار، يعني لا مش معقول، اول شيء بقول مش معقول، لا ما معقول يعمل هيك فيني، اكيد صار شيء معه بجرب برر له. ثاني شيء الرفض والغضب يلي منعيشه والحزن. ثالث شيء الذنب، ورابع شيء التقبل. على كل حال دنيس، مثل ما سبق وذكرت، الصدمات مش بس بتصير من اي ثنائي بالحياه، فيها صدمات كثير، على امل هالصدمات تقوينا، ما تخلينا ضعف لحتى نواجه هالحياه. شكرا لك دنيس، اكيد ملتقانا بيكون الاسبوع الجاي ان شاء الله. مشاهدينا، بريك صغير ومنتابع.